السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي عبد فائز أحمد، كاتبة في دار لوتس للنشر. دار لوتس للنشر الحر هي دار مصرية مغربية اتأسست في مايو 2017. أسسها مجموعة من الشعراء والأدباء بغرض تسيير عملية النشر لإبداعاتهم، ثم أصبحت متاحة للجميع لتحمل على عاتقها تغيير واقع ثقافي كامل، لتنقذ كاتب من الوقوع في بئر الإحباط. وتعمل دار لوتس في مشروع يسمى مشروع النشر الحر، وهو مشروع يهدف لتخطي عقبات النشر التقليدية ومساعدة الكاتب بطريقة تمنحه الحرية الكاملة وتضمن له حقوقه دون استغلاله ماديا أو معنويا ودون احتكار لمجهوده الفكري في عملية تجارية. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة صفحة دار لوتس للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. كان معكم عبد فايز، شكرا.